السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين على قناتكم كاب فانت كات. يعتبر شهر رمضان الفضيل من خير الشهور السنة، ففيه تعتق الرقاب من النيران وتغفر فيه الذنوب. ولكن ما نراه خلال مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام هو تركيز على كل ما هو ثانوي، كل ما هو ترفيهي. فلماذا يتحول رمضان من شهر روحاني إلى شهر ترفيهي؟ لنتابع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. جوابا على سؤال الأخت، لماذا يتحول رمضان إلى شهر ترفيهي بدلا من شهر روحاني؟ أقول وبالله التوفيق لعدة أسباب نجملها كالآتي اختصارا. أولا عدم مفهوم الصيام، عدم مفهوم ما معنى رمضان مفهوم الصيام، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ لا من الغاية، لعلكم تتقون. نقلوا على هذه، لعلكم تتقون. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني ليست الغاية من الصيام كما يعتقد الكثير من الناس أن الغاية هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام. ما ناكلش من الصباح حتى العشية، من الفجر حتى المغرب عاد ناكل، المهم هو أنني ما ناكلش رمضان. لا، ماشي هذه هي الغاية. الغاية من الصيام هي تحقيق التقوى أولاً. أولاً تحقيق التقوى، لا بد أنك تحقق واحد الحاجة، الغاية منها هو تحقيق التقوى، لعلكم تتقون أياماً معدودات. ثم تربية النفس على الصبر. ثم كذلك تدريب النفس على الرحمة والعطف والتضامن. ثم كذلك قراءة القرآن، باعتبار هذا الشهر مخصوص بالقرآن الكريم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي الله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم القرآن في هذا الشهر. إذن يجب أن يكون هذا القرآن مصاحبا، أو نصاحب هذا القرآن طيلة هذا الشهر، هو أن تصاحبه دائما، لكن أن تتقرب منه أكثر وتتعمق فيه أكثر وتتدبره أكثر، خاصة في هذا الشهر رمضان. إذن عدم مفهوم الصيام يجعل الناس يفهمون أن الصيام هو للترفيه، هو لتسلية، لقضاء كل ما كان بعيدا المنال في الأشهر السابقة، مثل اللعب، مثل الرياضة، مثل إلى آخره، وإن كانت الرياضة فيها منفعة كما هو معلوم. هذه المسألة الأولى، عدم فهم الصيام. ثانيا، هناك لصوص سميتها لصوص رمضان، يسرقون منا مفهوم رمضان، يسرقون منا غاية من رمضان. هذه اللصوص تتجلى في التلفاز، أولا التلفازة، ثم الهاتف. تنقول الهاتف، تنقول الانترنت، تنقول الوسائط الاجتماعية، تنقول الفيسبوك، وتنقول الانستغرام، وتنقول الواتساب. إذن التلفاز، لاحظوا على أن التسابق ديال الفضائيات كلها تتسابق في رمضان، وتتحط أجود وأحسن المسلسلات والسكتشات والأفلام في هذا الشهر المبارك. علاش؟ علاش بالضبط حتى رمضان عاد تجيبوا لنا الأفلام الجديدة والمسلسلات الجديدة والسكتشات الجديدة إلى آخره؟ لأن هذا مدعاة للملهاة وللمنحة عن الغاية من هذا الشهر المبارك، هو أننا نصرف الأنظار ديالنا على جوهر الشهر وعلى تقوى الله عز وجل، لأن احنا مطلوب منا أننا نتقي الله في هذا الشهر هذا الكريم، ماشي نتبعوا المسلسلات والأفلام والسكتشات، لأن هذا الشيء تيكون طيلة السنة. فأعطانا الله عز وجل هذا الشهر باش نبعدوا على أي حاجة تلهينا عليه سبحانه وتعالى. إذا الناس يفهموا رمضان على أنه هو الشهر اللي فيه المسلسلات، وفيه الترفيه، وفيه سكتشات، وفيه اللعب، وفيه السهر إلى آخره. الناس يسهروا لأن من الأسباب اللي تؤدي أن رمضان نفرغوه من روحانيته ونجعلوه رمضان وشهر ترفيهي، هو أننا تنبدأ نسهروا الليالي، نسهروا الليالي ظنا منا على أننا لندرك السحور أو السحور، لكن الغاية أننا ندرك السحور بالعبادة وليس بالترفيه كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدركون السحور والسحور بالعبادة، لأن الليل هو للعبادة وقسط من النوم، لأن الله عز وجل طلب منا في هذه الأيام
الرمضانية أن نقلل من النوم بالليل ونسهر من أجل العبادة، من أجل قراءة القرآن، من أجل تلاوة القرآن، وليس من أجل اللعب ومن أجل السهر الذي لا جدوى منه ولا منفعة منه. وكذلك من الأمور كذلك الإنترنت، هذه الوسائط الاجتماعية الفيسبوك الانستغرام، هذه الأمور كلها في الحقيقة في رمضان خص الإنسان يقلل منها لواحد الدرجة كبيرة جدا. ما نقدرش نقول ليه ما يدخل ليهاش، لأنه هو مرتبط بها ارتباط كبير جدا، وغنكون تنقول شي كلام اللي ما يمكنش نديروه، ولكن أننا نقللوا منه على الأقل، نحيدوا الفيسبوك ونخليوه الواتساب، ولا نخليوا الفيسبوك ونحيدوا الواتساب ونحيدوا الانستغرام، نخليوا وسيط من وسائل الاجتماعية واحد، ونبداو ندخلوا ليه بواحد اوقات معينه، وننظموا الاوقات ديالنا، لان هذا الشهر هذا ليس شهرا للترفيه كما يظن البعض، بل هو شهر روحاني. واقول باختصار على ان السبب الذي جعله ترفيهي وغير روحاني هي وسائل الاعلام التي تتسابق وتعطينا منتوجات ترفيهيه ظنا منها على انها ترفه علينا، لكن تلهينا على المقصود من رمضان اللي هو الامور التربويه والتعبديه والروحيه، ثم كذلك الهاتف الذي أخذ منا وقتا طويلا وجعلنا نلهو فيه وندخل إليه ونستمتع، ظنا منا نستمتع، لكننا نضيع وقتنا لأن الوقت غالي وخاصة في هذا الشهر المبارك. إذا باختصار، لا بد أن نبتعد شيئا ما على هذه الملهيات حتى لا يكون هذا الشهر وترفيهي بل شهر وروحاني الأصل، كما ذكرت سابقا، كما قال تعالى وبأختم: لعلكم تتقون. تحقيق التقوى، عليكم بتحقيق التقوى، كل واحد يجب عليه أن يحقق التقوى ويحقق درجة عالية من التقوى في هذا الشهر المبارك، ولا يتحقق ذلك إلا بالابتعاد عن ما هو ترفيهي. إذن أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى الحلقة ديالنا تكون نالت الإعجاب ديالكم. نشوفكم غدا إن شاء الله تعالى على قناتكم كاف 24، ورمضان كريم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.